المهم انت هي هي اليوم في الموضوع ديالنا راكم عارفين، يعني هنا بغينا ندويو، بغينا نقولو الحقيقه جميعا، يعني بدون يعني كذب ولا عيله. دابا تصور معايا في محمد علي فالديك في المغرب يدعو الى التدارج الملك، لان تنشوفكو شوف راه تنشوفكو مزيان هو العياله، فهمتي؟ وليتو كثر من الشعب المصري اللي تيدعم، هو دخلتو الصفحه ديالو، وليتو كثر من الشعب المصري، فهمتي؟ بكي لا نحن المغاربه معكم، فهمتي؟ ولكن نتوما حروا بعدا مؤخراتكم، ولا من بعد ذلك يمكنكم ان تتحددوا على مصر، فهمتي؟ انتم تعيشون في العبوديه، فهمتي؟ وندعون شعبا اخر ان يتحرر من العبوديه، ماذا؟ ما هكذا كانوا الكاذبو، فهمتي؟ واش هو حمار؟ فهمتي؟ وانا عارفكم تنشوفكم مازال، لا اقول لك هاد القضية هادي، شتي نتوما نهار يحضر كل حضر عندكم شي محمد علي، فهمتي؟ محمد علي هذا اللي تيدعو المصريين، هذا اللي فيق يعني الضمائر الحية في مصر، هذا اللي خرج ناس نهار الجمعة رغم انهم عارفين يعني الآن القمعية العسكر، رغم ان اكبر مجزرة في العصر الحديث وقعات في ميدان الرابعة، فهمتي؟ رغم هادشي كامل اللي تيعيشو من التروما وهاد الصدمة اللي دارها للعسكر يعني في 2013 كسر بزاف ديال الناس ويعدي بزاف ديال السجون، رغم كل هذا تحداو هادشي كامل ونزلو، فهمتي؟ تعرف يعني الرجولة، لا الناس مثقفة لا مثقفة، مازال نجي القضية مثقفة، علاش هما مثقفين على المغاربة، فهمتي؟ علاش هما شعب مثقف، شعب عنده ثقافة، عنده إنسانية، إنساني، يعني شعب إنساني شعب مصر، رغم كل ما يوقع بلي بلي بلي، ماشي بعد زعما محمد علي عدو وخرجوا قالوا لي شوف جينا هضر معانا كيف بدا ديروا نتوما، قال لي هضر معاكم بالخارج يدعوكم الى التحرر، تقول لي جينا وهضر، يعني لا يا باش نشوف يعني الثقافة، يعني نتوما ماشي شعب، يعني شعب يعني ما عندوش أدوات تحليل، ما عندوش أدوات تمييز، فهمتي؟ البوصلة ديالك تالفة، هنا باش تبان بأنكم شعب رخيص، هذا التعليق ما لقيناه ما تلقاش يعني في جميع الصفحات ديالو، هو تحداك لا في اليوتيوب لا فهمتي، لا كان شي تعليق بحال هذا راه يكون يعني من طرف المخابرات العسكرية ديالو ولا شي لعيب، لأن كل حضر عندنا حنا واحد محمد صلاح، يجي يهضر معاكم مثلا غادي يدعوكم للتظاهر، لأن الملك راه عيق أخي، يعني دابا نتوما علاش فقراء؟ لأن الملك أدى لكم العاقة، تيضرب يمين الشمالة، الملك عندكم فوق الدستور لا يحاسب، يعني ما كاينش الجهة اللي في هذيك البلاد سواء الدستور أو القانون أو كيف ما كانت تحاسبوا، من غير ميريكان لا دار معاها العيب، فهمتي؟ المهم ما كايناش جهة تحاسب، وتصور معايا الناس، أنت دابا حطوك شركة كاع، عطيك شركة، أسيدي ما عندك لا محاسب لا والو، المحاسب في جيبك مثلا، يعني جميع يعني السلطات الإدارية عندك في شركة في جيبك، غادي دير ما بغيت، غادي تعد محاسب تقول لها دخلوا هذه وخرجوا هذه وضربوا هذه، فهمتي؟ غادي تولي تسير يعني بواحد البطيخ، لأن شنو نقول لك؟ السيما تيتعلموا تيعلموا تشفى أو نحماقوا، يعني عندكم مالك يلا شرا يخت شعبه العزيز يموت في الجوع، مشى شرا يخت ب 90 مليون 90 مليون دولار 90 مليون دولار يعني، ويجي يقول لي يتألم شرا يخت وجا عندكم خطاو عليكم وقال لكم يتألم، ماشي هذه قمة الحقرة، هذه راه قمة الحقرة، أنا ضربني بالزرواطة وما تقولش لي الهضرة هذي، هرس البوية تجوب جوا هذي على ربعة وما تجيش تقول لي الهضرة هذي، لأن الهضرة غتضرك، ماشي أنت عايش في قصر تتاكل مال الدواء طابق يعني من اللحوم وال فهمتي الفواكه والخضار هذاك الشيء تيجيك من جميع انحاء العالم، وتجي تقول لي تتكلم وغيجيني انا الحمار راسطار انتيقك انا لا، ويزيدك في حالي ميزانيه القصر اكثر اكبر من ميزانيه يعني ميزانيه الصحه، ميزانيه الهلاك في البلاد اكبر يعني من جميع الوزارات التي تهتم يعني بمصلحه المواطنين من السبيطارات من الادارات من هذه وهذه وهذه، هادشي كامل
واقين نتوما ساكتين. الملك دابا حاليا تعيش واحد المشكل كبير، حنا ما عندناش مدارس. راكم باش شفتوا استاذه صورات يعني قاسم فاش قري واحد قاسم ماشي تا كوري، كوري كوري اش فك حاوي كاين شي حاجه اربعه قاسم لا بحال شي بحال شي سيلون من القرى الوسطى، تما اعفاؤها من مهامها كاستاذه لانها فضحت يعني البنيه التحتيه لهاد وزاره التعليم، فهمتي؟ لان خصك اصلا البنيه، لما تجي تقول لي وزاره التعليم تما عندكش اويلي، تما عندكش تا سميتو، ما عندكش بنيه تحتيه. كيفاش زعما تكون هاد الناس هادي زعما كيدير ليهم زعما كيفاش يتكونوا الناس في الكوري؟ وكان في واحد القائد متقوب، فهمتي؟ يعني في الدار ديالك القيصم كان قائد متقوب وتقوى كبيره، ودابا تصبش هيهبط هذاك الشيء، هيهبط هذاك الشيء يجي هو ازيدي تبع عباد الاستاذ. قال لي انت المواطن المغربي ناعس ومتحلق وناشط مع راسك، ولكن فاش تشوفوا حنا تنعيشوا يعني هاد المحنه تتسمى هذه المحنه، يعني العذاب ديال القبر اللي تعيشوا به، تعيشوا به يعني الاقصاب والمؤسسات يعني اللي المفروض تكون ترباويه ولكن هي خرباويه، فهمتي؟ ديروا بحال شي خربه ويدخلوا لها التلاميذ يسعوا بحال شي حواله ولا شي حمير يقراوهم بها، يعني ما بقاش بهم والو. هاد الاقصى ما كاينين، يعني الاقصى اقام يعني عندهم واحد البنيه محترمه، ما كاينينش في ديك البلاد، ما عندناش اقصى، ما عندناش مدارس محترمه، كاين بعض المدن هكا وهكا. والملك ناعس سين مقلوب ماهوش هنا، تيفرق قلق الحقائب المدرسية. الملك مقلوب قلت تيفرق الحقائب المدرسية على التلاميذ، ما تفرقش شي مليون حقيبة ولا ما شحال اخويا. الملك تتفرق الحقائب ولكن فين هما الاقصى بعدا فين يقراو التلاميذ؟ انت فرقتي فرقت 70 مليار يعني حقيبة، تعطيهم حقيبة وشورت معاها حتى هي، فهمتي؟ وبوتيو ربما حتى كاس حقيبة، حتى كاس هذاك ديال لي زينجينيور ديال الاركيتكت عرفتيهم ايه ديال العمال، فهمتي؟ عطيهم اخويا كاس حيت راه الاقصى طيح تقتل في اي لحظه، ما كاينش يعني واحد كيما كدا راه الخربه في تيقراو، هذيك الخربه قد يجي برد يديها، قد تجي تصب الشتا طيحها، قد يوقع زلزال يعني ها 1.000 سلم ريتشر وطيح هذيك البنيه التحتيه، ما تعرف والله اعلم. لا ما عرفتش دابا انت واش معنا واش عايش في فرنسا تجي في الطياره المغرب لذلك ما عرفتش يعني ماذا يجري. سمحوا لي هذا غير تاي بشي غال الكاس يعني تاي دابا اقول لي صار تتفرق ديني الشكاية الحقائب المدرسية على التلاميذ، وكي ما كاينش المدارس كاين يقراو التلاميذ، ربما تدوزي تدوز معاها كاين في هذوك المدارس يعني اللي هما فيهم شوية النور، فهمت؟ واخا ما كاينش بوا شي مدرسة تما فيها النور هذيك البلاد، يدوزو معاك تما وتبيعو يعني التلاميذ لي طابلية وهداك الشيء. ضحكوا على الشعب، انت تضحك على الشعب، انت كذاب كذاب وتضحك على الشعب، ولكن عندنا شعب وجبان، عندنا شعب كلختو العلويين كنت غادي ترجع ليه يعني، فهمتيني؟ الذاكره لان الشعوب لا تموت، لان كما تنقول ما تقول لا جينيتيكمون بالفرنسي ولا جيني، لي جيني ديال الشعوب تترجع، ربما ضروري عندنا شي جيني اللي غادي تقلب هذاك الطابله على العلويين في ديك. انا المهم تنقول ياك هذه حقائق، مائده الافطار ديال امير المؤمنين رفضات الشاكي تتكون، يعني راه ما يمكنش تحسب شحال في هذا شحال ديال الماكله، سير شوف مائده الافطار ديال الشاكي. التوبه فقراء المغاربه، التوبه فقراء، لان الملك يستحوذ بخيرات البلاد ديالكم بالثروه ديالكم، يستوفري ديالك يستحوذ على الحريه ديالكم، شنقه وزاره الداخليه حاط على كل دار مغربيه بوليزي، قدم هذا تيصيفط يعني التقارير المخابرات، يعني هذاك من تبدا يعني الطبقه المخابراتيه ديال الامن المالي اللي تعطيهم معلومه، عارفكم مقبوحين ورغم ذلك طلع غطاء شعبي العزيز. بغيت انا بغيت بوي بدل هذه القضيه ديال الله يحفظك، ما بقاش عيطنا شعبي العزيز من دابا، ما بقاش عيط للمغاربه شعبي العزيز، بدل هذاك دخل في دينه وطلع كاين شعبي العزيز الشعبيه راه شد هضر معاهم خرج معاهم ديري هضر معاهم ولا تخاف ولا حتى انت ما عندكش الباق ولا كنتي صحابي عندك الباق، واش عندك الجيش عندك الشرطه عندك المخابرات عندك الانشيه عندك القدميه عندك الشيوخ عندك شنو عندك العائره ديال السويده هادشي كامل زعما وباقي تخاف وباقي تعمل تقول لي الشعبي العزيز واش بك ما عزيز ما وليش اللعبه طارق عليه البوليس طارق عليه الشماكريه اللي تعطيهم العفو بملكيه المشرمينين فهمتي هذيك 1400 واحد اللي طلقتي هذا العام هذا راه تتشرب في عباد الله في الشوارع ما كاين لا امن لا امان الحبوجي تما يعني كيما تقولوا ترقياتو ماشي ترقياتو توشيحو في اسبانيا بالصليب الاكبر فهمتي هذا هو شي حاكم وجد رئيس مخابرات ولا مدير ديال دي اس تي في مدريد ولا في المغرب ما عرفناش تقول لي نظرا لما يقوم فيه من فليزر الا اخو عندك هذا الشيء كامل محمد سليز ومازال تقول شعبيه لانك خواف لانه تتلعب اللعبه مزيان عارف اش تدي عارف المغاربه نهار تدخل معاهم تهضر معاهم هذيك اللغه هذه ديال المقبول يبقى سبيده لو غادي يلقى ديال سمينا اوهاش وداك الشيء
واخا هو كان اكبر يعني ديكتاتور في عصره. مهم ماشي اكبر ديكتاتور كي يرقاو داك الخو الشعب، يعني الشعب كان جاهل، لان المعرفه تولد القوه فهمتي، ولكن الجهل يولد الخوف، لان المعرفه تولد الثقه في النفس. المعرفه هكا تنهضر معاك، ولكن الجهل يولد الخوف، يولد يعني البارانويا والخوف وبزاف د الامور. وانا لا اخاف من المجهول، يعني نحن لا نخاف، نحن اصحاب الدوله العليا، ندافع عن المصلحه العليا للشعب المغربي وسنستمر في ذلك. بغيتك انا تحيد هذيك الشعبي العزيز اخوتي بالخطاب، علاش قلنا الشعبي العزيز وديك البوي باش نرجع لكم بالخوت ياك، هضرنا وقلنا بزاف المعلومات هذيك، وزيد لكم عنده ثلاثه قصور في هذيك البلاد، وهذا القصور ديال محمد السادس هذا الشيء اللي ناض عليه في مصر، يعني قليل قصور وقصور معبر دخل لها من نهار تولى الحكم، تيسيروها خدامه يوميا، وكل قصر فيهم تبع لي مزيان، كل قصر فيهم صرفوا عليه يوميا مليون دولار. هذا شنو هي مليون دولار؟ مليون دولار حاول تدخل جوجل ودير كونفرت كيرنسي كونفرتر وشوف مع راسك اخويا، وغادي تعرف شحال تجيك بالدرهم، ربما راه دوخ مليون دولار في وعندنا شحال من قصور وعندنا شحال من اقامه ملكيه. حسب هاد الفلوس هادي كامله تتخسر في النهار، واخا الملك لانهم تيقولوا خدام تيقولوا قاعد يجي على غفله، وهاد الفلوس هادي تتصرف، هاد الفلوس علاش تتصرف؟ لانك كانت عندنا حكومه فيه، كانت عندنا الشعب اصلا ماشي مغيب بحال الشعب المغربي، كون راه ميطراج هادشي، هادشي هذا ما يتسكتش عليه، وهادشي هذا ما يدوش، فهمتي؟ واخا نوضوا معاه قرطاس في الشارع، فهمتي؟ واخا ينزل الدبابات، واخا يدير ليدان، واخا ما يقدش يدير هادشي كامل. النظام المخزني الملكي اضعف نظام في المنطقه كامله، ضعيف بزاف، غير هو مخابراتيا متمكن، اما نفسيا يخرجوا اعداد هائله، انتهى النظام، ينتهي. يلعبوا شي فرنسا، شوف الجزائر قتلوا فيها مليون، ياك فرنسا قتلت مليون الجزائر، شوف هذا راه هي اللي تحاكم الاستعمار. المهم بغيت انا نجيب السؤال الاخر، عرفتوا كون كان اخوتي كون خرج منا شي محمد علي، شنو كان غادي يقولوا لي المغاربه؟ شنو كان يكون رده الفعل ديال المغاربه؟ ربما غادي المغاربه تكون بحال هكا، تقطع الكارو، هذا جي هذا، على سيرك لا تتكيف، بغيت ترجع لها بحال سوريا، الحمد لله عايشين في سلوى تحت القياده الساميه لذاك خويا. المهم اجي هنا المغرب وهضر معانا، اجي خرج معانا، اذا كنتي راجل ماشي دفعنا، مالكنا هذاك نعطيو حتى مؤخرات نعطيو مالك، شحال عطاوك البوليزاريو الجزائر؟ بعتي راسك الخائن، والله لا قلتينا الخود هذا راه خرج على راسو باغي يخرج علينا، ولا سيتي حاجه فكروني فهمت؟ هذه هي التفكير، يعني تنقول لكم انا التفكير ديال المواطن المغربي، علاه خصنا حنا كشباب حاليا اننا نتبداو تفكير جديد، رؤيه جديده باش نهزموا هذه الديكتاتوريه، باش نهزموا هذا الجوج باش نهجموا هاد العبودية. المهم تحياتي ولا عجبك الفيديو دير بارطاج الله يحبك، وهداك البوسطاج تعيد دي بوسطاج شوية تبيل تيبغي يلعب شوية لا سوبليس فيه. المهم تحياتي وتسناو فيديو اخر يجي في الله يحبك.